تبادل للاتهامات بين السلطات الأسترالية ومتظاهرين نشطاء في مجال حقوق الإنسان من السكان الأصليين أعقب مصادمات اضطر خلالها حراس رئيسة الوزراء الأمنيين إلى تخليصها بصعوبة من بين المحتجين في يوم الاحتفال بعيد أستراليا الوطني. باسم سلطة سيادة الشعب من السكان الأصليين أقف أمامكم بصفة سفيرة للنوايا الحسنة، وعليه أود إرجاع الحذاء الذي ترك أثر الاضطرابات العنيفة التي أثارها فريقكم الأمني. وكان نشطاء في مخيم السكان الأصليين ممن يحيون الذكرى الأربعين للمخيم يضربون بقوة على نوافذ أحد المطاعم التي كانت بداخله رئيسة الوزراء مع أحد زعماء المعارضة متهمين إياهما بالعنصرية، وهو ما رفضته رئيسة الوزراء. ليست لي مشكلة بتاتا مع الاحتجاجات السلمية، وقد كانت مظاهرة المخيم سلمية. ما أدينه هو تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف بالطريقة التي شاهدناها، والتشويش على حدث كان يهدف إلى تكريم أستراليين، وقد جعلني ذلك أشعر بالغضب. وقد توجه عشرات المحتجين من النشطاء في مجال حقوق الإنسان باتجاه مقر البرلمان، حيث أحرقوا العلم الأسترالي أمام أعوان الشرطة. وكان مخيم السكان الأصليين أقيم احتجاجا على عيد أستراليا الذي وافق قدوم أول دفعة استعمارية بريطانية إلى سيدني في 26 من عام 1788.